في الصور القادمة من أذربيجان وما فعلته طائرة بيرقدار التركية بالجيش الأرمني وجنوده وغرف عملياته ودباباته وحتى منظومات الصواريخ الروسية وصولاً لتغير خرائط السيطرة المتسارع ما يؤكد حقيقة القوة التركية وإمكاناتها العسكرية رغم الدعم الكبير الذي تتلقاه أرمينيا من دول عدة. وبعيداً عن مزاجيات البعض لقبول أو رفض تلك الحقيقة كواقع غير قبل أشهر كذلك من خرائط السيطرة الليبية في وقت قياسي، تأتي اليوم تصريحات رئيس وزراء تركيا السابق أحمد داوود أوغلو لتفتح سيل تساؤلات عن سر غياب تلك القوة والترسانة في الملف السوري الذي يفوق بأهميته الاستراتيجية أذربيجان وليبيا مجتمعتين، فضلاً عن نحو 900 كيلومتر من الحدود السورية التركية المشتركة. يقول أحمد داوود أوغلو في